صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا أدرس التحفيظ بعد صلاة العشاء. أدرس؟ يقول أحسن الله إليكم: أنا أدرس التحفيظ بعد صلاة العشاء، نعم. فهل يجوز لي الخروج بعد الأذان؟ الحاجة لا بأس، تخرج لأجل الوضوء، لأجل تشرب، لأجل حاجة خفيفة وترجع، أو أنك إمام مسجد وتروح تصلي جماعة، الخروج للعذر لا بأس به. نعم.